الفكرة بقى من موضوع الكرات الرز ده، علشان لو في حد لسه جديد في المطبخ وعمل رز وعجن، مش لازم نزعل خالص، مدى العجن هنسيبه وبعدين نبتدي ايه، هنخلطه بالمكونات اللي هقول لحضراتكم عليها، اللي هي هتبقى جبنه موزاريلا وبصل وبقدونس او كزبره او رع او زعتر، اي حاجه ناشفه اللي موجود، وجبنه بارميجان، وهنحط بيض وبقسماط ونقليها في الايه، في الزيت، بدل ما ايه نبقى عملنا طبق رز وحسينا ان احنا زعلانين علشان طلع معجن هنستعمله. يبقى انا قلت المكونات ما عدا الرز، علشان نبقى ضامنين ان ما يحصلش مشكله واحنا بنعمل الكور دي. هنخلي كده بوله، اي بوله، دي كان فيها بقدونس هستعملها، احط بوله جنبي كده، هستعمل بيضه واحده الاول واشوف اذا كنت هحتاج تاني ولا لا، علشان ما بقاش ايه حضرت حاجه. تمام، فكركم تاني لما نيجي نكسر بيض نكسرها دايما في بوله لوحدها، علشان ما نبوظ، لو حطينا واحده طلعت البيضه بايظه والتانيه عليها تبقى ايه كده باظت. اي حاجه بقى عايزين نضيفها، حراق، فلفل اسود، ايا كان، مش هحط ملح، جبنه بارميجان حادقه، والجبنه موتزاريلا على حسب النوع اللي جبناه، في منها حادق وفي منها مش حادق. ممكن دي كمان لو عندنا مثلا سلم مدخن، لو عندنا تونه ممكن نحطها جوه الرز ونعمل عليها الكوره، هبقى نعملها في حلقه ثانيه. احنا كده جهزنا البيض وادي البقسماط، خليه زي ما هو. هناخد حته صغيره من البصله اهو، برضو اختياري، لو مش عايزين نحط بصل مش مشكله خالص، انا بس ايه بحاول ازود يبقى فيها شويه طعم زياده علشان نقدر ان احنا نحس بالطعم. المفروض انها اكله ايطالي اسمها ارانشيني، بس احنا بنعملها كده ايه، بس كده كفايه. نشيل بقى الحاجات الزياده دي، اعيد تاني شويه على البصل. البصل بقى هحطه مع البقسماط علشان يدي شويه طعم كده. الشوكه فين؟ نحاول على قد ما نقدر واحنا بنشتغل ما نبهدلش حاجات كتيره. يبقى البصل والبقدونس، كزبره، اي حاجه ناشفه موجوده هتنفع. نخلط ده كويس كده، اجيب طبق اكبر عشان ابقى براحتي انا، بس علشان لما بيبقى فيه هواء واحنا بره الاستوديو بتبقى ايه البقسماط والدي والحاجات دي بالذات بتطير، فبحاول استعمل اطباق غويطه. نقلب كده كويس. فاكر حضراتكم تاني مش عايزين نحط ملح، الملح هي ايه، هيجي من الجبنه البارميجان وهيجي من الجبنه الموتزاريلا. نبتدي بقى كده نبل ايدينا ميه، وعلى حسب كل، بس اللي احنا عايزينه ان احنا لما نعمل الكور دي نعملها بمقاسات متساويه، علشان تبقى واحنا بنسويها تستوي في نفس الوقت، يعني ما يبقاش واحده كبيره واحده صغيره. حاول احط الجبن الموتزاريلا جوه كده، وما تقلقوش خالص لو باظت منكم اول مره، هتحسوا ان العمليه بتبقى يعني صعبه شويه، لكن ايه واحده واحده كده بالايدتين لحد ما نطلعها بالشكل ده. ألذ حاجه رز باظ مننا، بقى عندنا اكله تانية ظريفه قوي. محتاجين طبق تاني، عشان اجهز عليه. وبعدين بقى الخطوات اللي بعد كده الموضوع بقى سهل خلاص، مفيش حاجه، بيض، بقسماط، يعني يمكن اعمل 3 أو 4 بالكتير علشان الوقت، واحده كمان، ندوس كده، اوسع مكان اوسع مكان الموتزاريلا، مش عايزين نتلخبط ما بين دي وما بين دي. ادي كده تالت واحده، يعني غالبا ايه هنخليهم 3 بس علشان نلحق، وكمان محتاجه الم كل اللي انا عملته ده طبعا، عشان الجو دلوقتي
نقدر نقول ساقع شوية، فايه المفروض انها تفضل ماسكة نفسها. على طول بقى نلم الكلام ده بسرعة. عايزين بقى نحط معاها تونة ماشي، نحط معاها سلمة مدخن ماشي، نحط معاها اي حاجة هتبقى لذيذة جدا. نجيب طبق على قدهم، على قد التلاتة، نحط فيه يعني ممكن نحط فيه عودين روزماري كده خضر، لان الزيت كان سخن جدا فما شربتش زيت خالص. لو حصل وحطيناها وكان الزيت مش سخن قوي افتكروا طلعوها على ورق ورق مطبخ، ورق مناديل يعني. نطفي النار بقى، نريح ده شويه.